وصلنا لفقرتنا التالية، تختلف أسباب التوتر والضغط النفسي من شخص لآخر، وبيصير في مشاعر متوترة، وعندما نشعر أننا لا نملك الموارد اللازمة لإدارة التحديات يلي منواجهها، ويمكن أن يؤدي الضغط في العمل أو المدرسة أو المنزل أو بالمرض إلى أحداث حياتية صعبة أو مفاجئة. فما هي السبل لحتى نتخلص من الضغوطات النفسية؟ شو هي يمكن أبرز التفاؤلات يلي فينا نواجهها لحتى نواجه يمكن قصص صعبة بحياتنا عم تمرق معنا، وخاصة يمكن لجيل هو مرق بحالة من التوتر والضغط ويمكن ما تهنى لسه بحياته. رح نحكي أكثر مع الدكتور راغد هارون، أخصائي أمراض نفسية. صباح الخير دكتور. يسعد صباحكم يا سعد رب. لي صباحك. يسعد أهلا صباحك. وسهلا يسعد فيك. صباحك الله وأهلا وسهلا يا رب. فيك. يعني نحن هلا بوقت يمكن في ضغوط نفسية أكثر من أي وقت مضى. صحيح. بسبب يمكن الظروف الصعبة اللي عم نمرق فيها كلنا، وهي فارضة حالة على الجميع. خلينا نبدأ منا، بما أنه هلأ امبارح كان العالم ما كتير في كهرباء مضروب بسبب ظرف أنه كان في مولدات مضروبة وخارجة عن الخدمة، إن شاء الله اليوم يكون الوضع أحسن. خبرنا كيف الإنسان أو الشخص في أنه شوي يخفف هاي الضغوط النفسية اللي ممكن تأثر صحياً أيضاً على الإنسان. هلأ بداية خلونا نتحدث عن الضغط النفسي، شو هو يعني، أو شو هالشعور اللي بيشعر فيه الإنسان. الضغوط النفسية حقيقة يعني قد يعتقد البعض أنه هي نتاج هذه الأيام. الضغط النفسي هو موجود منذ الأزل وحتى هاللحظة بصراحة، وسيبقى موجود طالما الحياة موجودة. الضغط النفسي مرتبط بوجود الحياة، لأنه الحياة مليئة بالضغوط النفسية، وأحداث الحياة مليئة بالضغوط النفسية، كالفراق عن بعضنا، كالوفاة عن بعضنا مثلاً، كالفشل بإتمام المهمات، كالخسارات المالية، كغيرها من الضغوط يلي بتعملنا حالة انفعالية مزعجة بتأثر على الحالة الاستعرافية لجملتنا العصبية. منصير confused، مشوشين، غير قادرين على التركيز، الانتباه، التذكر، التواصل السليم مع المجتمع. وبالتالي الضغط النفسي هي حالة كيماوية للأمانة، جسدية ودماغية، تؤدي بالمحصلة إلى أنه الشخص غير قادر على إتمام مهامه بالشكل الأمثل إذا صح التعبير، أو غير قادر على إتمام مهامه على الإطلاق، وذلك حسب شدة المؤثر، حسب شدة الضغط النفسي. وبالنسبة للضغوط النفسية يعني يلي عم نعيشها بشكل يومي حاليا، طبعا ما في حدا بيخلى من الضغوط النفسية، مشان ما حدا يعتقد انه في حدا خالي من الضغوط النفسية. طالما هناك انسان وهناك حياة وهناك علاقة وتواصل لهذا الانسان مع غيره من الاخرين، هناك ضغوط نفسية. لذلك لازم نكون جاهزين، أو لحتى فعلا نقدر نواجه هالضغوط بالشكل الأمثل، لازم نكون على معرفة مبدئيا بهذه الحقيقة، أنه أنا ليش طلعت لي هالمشكلة أو هالضغط النفسي. طلعت لأنه هي من طبيعة الحياة، فإذا أنا لازم أكون جاهز لهالحقائق الموجودة واللي بدها تصير بالحياة. بعد ما أكون جاهز لازم اتبع طرق عدم المواجهة، ابتعد عن عدم مواجهة المشكلة أو إنكارها. لازم واجه أي مشكلة بتصيبني حتى منذ طفولتي، يعلموني أهلي أني واجه مشكلتي، ما أتخبى وراها أو أجعلهم هن يحلولي مشكلتي. لازم عوده وعلمه يحل مشكلته منذ الصغر، بناء على هالمشاكل الصغيرة بعمره
من أجل أنه يكون مستعد وقادر وجاهز على حل أكبر المشاكل اللي بتواجهه لما يكبر. نعم. دكتور اسمح لي هون وقف عند هي النقطة. كثير منشوف من الشباب، خلينا نوجه هذا يمكن هيدا الحديث. شباب هن مرقنا بحرب هو خارج عن إرادتنا، صحيح. مرقنا بظروف اقتصادية خارج عن إرادتنا، ظروف حياتية حتى يمكن بتلاقي انه بيقول انا شو ذنبي اتحمل هذا الشيء، انا شو ذنب شبابي، صحيح. فمنلاقي الأغلبية من الشباب هن عم يتبعوا اسلوب الهروب، الهروب من المواجهة، الهروب من الواقع، الهروب من تحمل المسؤولية تماماً. يهربوا إلى منحة يمكن ما بيشبه تربيتهم ولا بيشبه مجتمعنا، ممكن بيهربوا إلى المخدرات، ممكن بيهربوا لحتى يلهوا حالهم، صحيح. ويمكن خلينا نقول يبنجوا حالهم من، صحيح. الواقع، خلينا نحكي حتى عن ما يفكروا تماماً ما يفكروا وما يعيشوا ولا لهي الحالة. فعلاً هي إحدى الطرق اللي بيلجأ إلى الشاب المندفع اللي ما تدرب على كيفية مواجهة المشكلة. طبعاً نحن قلنا أنه دربناهم منذ الطفولة كيف يواجهوا مشاكلهم الصغيرة، وكل ما كبرت كل ما منساندهم إلى أن يعتمدوا على نفسهم بمواجهة المشكلة وبحلها بطريقتهم الخاصة وبذكائهم الخاص. ولكن مثل ما تفضلتي فعلا رغم كل التربية، لأنه ذكرتي نقطة مهمة جدا أنه خارج عن تربيتهم فعلا ما بيكون مربى بهذا الشكل، ولكن بيشوف أنه الظروف قاسية جدا لدرجة أنه ما عاد يقدر يواجهها، أو ما عاد لقى منفذ أنه يواجهها، أو أنه تعلم من صديق آخر أنه هي طريقة مواجهة أفضل، بحيث أنه تغيب دماغك عن التفكير بكل هالمشاكل. مثل ما تفضلتي نخدره، نخليه ما يفكر نهائيا، وبالتالي نخليه مرتاح من التفكير بالمشاكل أو بطريقة حلولها. فهذا يعتبر من أخطر اختلاطات حل المشاكل أو اختلاطات المرحلة حقيقة، لأنه نحن منكون بمشكلة بسيطة جدا مننتقل إلى مشكلة خطيرة جدا بتأثر على حياته، وممكن أنه ترافق حياته مدى الحياة، وممكن أنه تنهي حياته وتنهي حياة أسرته وتنهي حياة كل الأشخاص الموجودين حواليه. لذلك هذا الهروب إلى هذا المكان اللي بيخلينا ما نفكر بالمشكلة هو حقيقة ما نحل على الإطلاق، لا بل هو مشكلة إضافية تضاف للمشكلة الأساسية اللي موجودة. طب إذا حكينا من هلأ للصبح ما رح نقنعون يعني بالحلول، لازم المجتمع يساعد أيضا بالحلول. خلينا نحكي هون دور الأهل، دور الرفقات، دور المجتمع المحيط. صحيح، هنن اوريدي ما حيقتنعوا، خلص من يعني مخدرين دماغهم هذا الحل برايهم. خاصه لي عم نشوف كمان حالات انتحار لكثير من، نعم. الشباب لما، نعم. يوصل الضغط النفسي لمرض، صحيح. نفسي او اكتئاب، صحيح. حاد وهذا للاسف الشيء اللي نحن دائما بنقول انه ما له حل يعني لكل الشباب، وهذا هون الحق بنقول على الاهل، على المجتمع، على فخبرنا هو فشل. يعني بنفس السؤال اللي سالتك عليه، صحيح. الانتحار هو فشل بايجاد الحل، لذلك، صحيح. انا اخترت هذه الخيار، وإلا الحل لا يمكن يكون بهالطريقة هي. أكيد ما في شك يعني دور الأسرة مهم جدا بجعل الشاب أكثر تفهما لهالظروف الخارجة عن إرادتنا، سواء بالحروب، سواء بالضغوط الاقتصادية، سواء بصعوبات المعيشة اللي عم نمر فيها، وإن شاء الله يا رب بتكون مؤقتة وتفرج على جميع الناس يا رب. فدور الأهل مهم جدا بتوعيتهم على هذه المرحلة اللي نحن موجودين فيها، وهالظروف اللي ممكن تكون تمر مرور الكرام وترجع تنفرج، لأنه ما في دقيقة بتدوم وما في ظروف قاسية بتدوم، مثل ما حتى الظروف السعيدة ما بتدوم بشكل مستمر، نفس الشيء الشدات ما بتدوم، دائما تفرج، دائما بدنا نكون supportive، داعمين له نفسيا بكلامنا،
ممارسة أي سلوكيات معهم رياضية، مراقبة حياتهم من أجل التنبه لبدء تبدل حياتهم ببدء تناول هالمواد. الله إذا بلشوا يتناولوها، وأيضا الأصدقاء الصالحين لازم دائما يدعموا أصدقائهم من خلال تبادل الخبرات، تبادل الحديث، دعم نفسهم، دعم بعضهم عن هالمرحلة الموجودة، والأمل للمستقبل من بأنه يكون أفضل، بأنه يكون مشرق ويحقق أماني كل هالشباب. نعم دكتور، طب خبرنا في أعراض اللي بيعاني من ضغوط نفسية أحيانا بتأثر جسديا وصحيا على الإنسان إذا كانت الضغوط ما فوق الطاقة، فوق ما بيقدر يتحملها، خبرنا شو هي الأعراض حتى نعرف إذا هذا الشخص مضغوط نفسيا. صحيح. حتى الأشخاص في منهم ما بيحكوا، ما بيفضفضوا، صحيح صحيح بيكبتوا معاناتهم، وهي خطرة. كلامك صحيح حقيقة، وذكرتي من الآن موضوع قبل الآن موضوع مهم جدا، موضوع الانتحار، وهذا من الكومبليكيشن أو من اختلاطات الضغوط النفسية. طبعا الضغط النفسي بالدرجة الأولى بيعمل لي مشاكل جسدية هرمونية. الضغط النفسي أو الشدة النفسية ستؤدي إلى ارتفاع بالضغط الشرياني، ارتفاع بسكر الدم، ارتفاع بعدد ضربات العضلة القلبية. وإذا كان الضغط النفسي مستمر فحالة الجسم مستمرة بهالشكل هذا، وبالتالي من الممكن جدا الضغط النفسي المستمر أن يسبب داء سكري، أو يسبب ارتفاع ضغط شرياني، أو يسبب إلى ما هنالك من الاضطرابات الأخرى يلي بترافق الشدة النفسية. نعم. فالشدة النفسية في إلى اختلاطات جسدية وأيضا إلى مشاكل نفسية. الشخص اللي عايش شدة نفسية بشكل مستمر على الأغلب سيدخل بكثير من المشاكل مثل الاكتئاب. هو شخص سيصبح شخص مكتئب، محبط، ما في عنده همة ولا عنده إرادة يقوم يشتغل أي شيء. شخص أصبح كسول، من شخص نشيط إلى شخص خمول وكسول، محبط، فاقد للأمل، غير مستمتع بالحياة، وصار بيتمنى أنه يموت بأي طريقة لحتى يخلص من هالحياة. هذا باشتداد الأعراض تدريجيا، وبعدم زوال الضغط أو بعدم بحثه عن طريقة للضغط، سواء دوائية، سواء باللجوء للطبيب، سواء بالأشخاص الداعمين حواليه. أيضا الشخص المضغوط ممكن يتعرض إلى اضطراب القلق، لأن الضغط المستمر بيسبب القلق عند الإنسان، والخوف المستمر، وعدم الشعور بالطمأنينة والارتياح للمستقبل أو للحظة القادمة، ليس بالضرورة للحظة البعيدة، وأيضا للحظة القريبة القادمة أيضا بيشعر بأنه ما مرتاح، فهو متوجس بشكل مستمر وخايف. ممكن الشدة النفسية تأطلق عند المستعدين. طبعا أنا عم بحكي عند الأكثر استعداداً للاضطرابات النفسية والأشخاص اللي بنسميهم عندهم هشاشة نفسية حقيقة. هن أكثر الأشخاص تعرض للضغوط وتعرض للأمراض النفسية الناتجة عن الضغوط حقيقة. فبيكون الضغط النفسي هون مطلق للمرض يلي هو مستعد له أصلاً. لذلك الضغط النفسي بيبعثنا باتجاه الاكتئاب، باتجاه القلق، باتجاه أحيانا الاضطرابات الذهانية، وأيضا مثل ما تفضلتي وهي نقطة كتير مهمة وشائعة، باضطراب السبستانسز أبيوز أو سوء استخدام المواد أو الإدمان على المواد من أجل الراحة. كتير من الأشخاص الكحوليين كان أصل كحوليتهم هو القلق أو التوتر، صحيح، أو الرهاب الاجتماعي أو الخوف، حب أنه يزيل الخوف عن طريقة هي المادة، ولقى أنه مضطر أنه يستخدمها بشكل مستمر إلى أن اعتاد على المادة وأصبح بحالة إدمان وفي صعوبة بإخراجه من هالموضوع. نعم دكتور، يعني خلينا نحكي نحن كبار صغار، كيف فينا هيك
يعني واجهنا الواقع ضغوطات كتير صعبة عم تمر على مختلف شرائح المجتمع. صحيح. بده يتجوز يمكن صعب عليه، اللي عنده أولاد صعب عليه، أي شريحة بالمجتمع اليوم عم نمرق بحالة تكون كتير ضغوطات وصعبة. أكيد لو ما عنا أمل ببكرة كنا كلنا يمكن استسلمنا ونجر المجتمع إلى الهاوية، ولكن كيف فينا هيك شوي نريح حالنا، لأنه يوم عن يوم عم تزيد هاي الضغوط علينا. صحيح. عم يصير الوضع يمكن أكثر إحباطاً. أكثر إحباطاً. صحيح صحيح. الأمل من طبيعة الإنسان، ومن دون أمل ما بيستطيع الإنسان حتى لبكرة يفكر. لذلك الأمل فعلاً هو شيء غريزي موجود بالإنسان، وبيعطيه الدافع للحياة والدافع للعمل وللعطاء وللتواصل. نعم. مثل ما قلنا بالنسبة لضغوط الحياة، يعني هي مشاكل بتصيب جميع الشرائح وجميع الأعمار. نعم. الحقيقة يعني الضغوط النفسية بتصيب الأطفال وبتصيب المسنين. صحيح. ولما بتكون الظروف عامة بتصيب الجميع بصراحة. يعني مثلا إذا ما في ظروف قاسية مثل الظروف اللي نحن هلأ عايشينها، أكيد طلاب المدارس بفترة الطفولة بفترة المدارس عندهم ضغوط، ضغوط الدراسة، الدراسة والتعلم بتشكل ضغط بصراحة. هلأ هون الطالب من خلال تجميل عملية التعليم، نحن عم ناخد كل فئة بفئة كيف ممكن أنه نعالج مشكلة الضغوط النفسية عندهم. تجميل عملية التعليم، تحبيبهم بالمدرسة، جعل المدرسة مكان محبب وجميل، هذا شيء بيخفف الضغط بصراحة. لا بالعكس، بيخليه يتمنى يروح على المدرسة وما يرجع على البيت، مثل بكتير من البلدان بتلاقي بيقضي معظم وقته بالمدرسة وبيأكل هنيكي وبتعلم هنيكي، بيرجع على البيت بس لحتى ينام ويشوف أهله ويتواصل معهم، لأنه هذا شيء مهم التواصل. الفئة الأكبر منهم فئة الشباب يلي حصلوا علمياً والآن عم ينتظروا المستقبل، لازم نواصل الامتلاء، نستثمر هالفترة يلي ما عم نقدر نعمل فيها أو نشتغل، نواصل الامتلاء اللي نحنا بدأناه ونستمر بالعلم وبالتحصيل استعداداً لمرحلة مقبلة نكون جاهزين فيها أكثر وأكثر جهوزية، لأنه واستعدادية، لأنه فعلاً نحصل علم ونحصل خبرة بهالمكان. اسمح لي دكتور هيك نتطرق لموضوع زينب كتير مهم، وهو السوشيال ميديا. كتير من الأشخاص بيعيشوا حالة من ممكن التمثيل، الرفاهية الزائدة من خلال لايف ستايل يلي بيحطوه على السوشيال ميديا. صحيح. وبالمقابل كتير في من أشخاص عم تتأثر بواقع المرير، وبالمقابل عم يشوفوا هاي النماذج من الأشخاص. اليوم السوشيال ميديا قديش هو استخدامه الخاطئ عم يودي بحياة الشباب؟ صحيح. هلأ حقيقة يلي بيستخدم وسائل التواصل بهالشكل هاد، يعني عم يستخدمه ما مقدر فعلاً الأثر الخاطئ للشيء اللي عم ينقله، مثل ما تفضلتي للترف اللي هو موجود فيه. يعني بجوز هو عم يعني هذا الشيء الوحيد اللي بيملكه بالحياة لحتى يظهروا أو يعبر عنه أو يفتخر فيه أو يعتز فيه أو يتباهى فيه. ولكن إذا شعر بأنه هذا المظهر اللي عم يظهره سيؤذي الآخرين يلي ما بيملكوا هالشيء هذا، أكيد ما راح يظهر حياته. نعم. يعني لذلك هو ما عنده هالشعور هذا بالآخرين. نعم دكتور، يعني هي كمان بترجع لهلأ الأخلاق والضمائر والوعي بهي القصة عند الأشخاص بحد ذاتهم. نحن بنتشكرك كتير على وجودك معنا، وأكيد منقول يعني محكومين بالأمل دائما. نضل ما عنا غير الأمل لنتفائل فيه، إن شاء الله الأمور إن شاء الله تتحسن على الكل. ومثل ما قلنا بما أنه في حياة مستمرة في ضغوط، قد ما كان كل حدا همه عقده، نتمنى الفرج للكل. شكرا لك. آمين يا رب. شكرا لكم.